عليه وسلم عاشت في غرى إطباء المسح على الناصية والعمامة الجملة حديث الكولاد رقم الكولاد. وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيعوي محمد بن عبد الله بن بزيعوي وأولى حديث الكولاد ويني. باب حكم المني. هذا باب حكم المني. من حكم كذا أيوه بابية شيخ وحو ترجميستي باب حكم المني. من حكم كذا مطاهر با من نجاسة أحاديث تقصوا عرورتي اللغو عدين أيوه من ذا وحايتا. وبسند المتصل إلى الإمام مسلم قال وحو حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري وهي قال وحو حدثنا خالد بن عبد الله الطحان وهي عن خالد البكوري خالد عن خالد وروى مشهد انه خالد كهر خالد الطحان مقوني وواصد يا خالد كدنبرع خالد الحذا البصري وهي عن ابي معشر البكوري زياد الكوفي وهي عن ابراهيم النخعي عن علقمته يسون وحوي وانت بضم ابراهيم البكوري واسكو طوقي والاسودي لابد أبو كور يا إبراهيم علقمي يا أسود بن يزيد أبتيجية سد الافتزوع أبتبوه فوق منع أن رجلا نبى نزل بعائشة فعائشة كسر الدقي فأصبح هو وقوع هذا يغسل مد مير يثوب المراديس نبى عائشة كسر الدقي ومركز كل كواجي بريه مو مراديس مير فقال عائشة وحيتر إنما كان شأن وحوية يجزئك وحكاب لي إن رأيته عذاب عرفت أن تغسل المكان وماشي سير عن مير شأنك وحي هاي بيت عدي مرة بعد عدكو عرفت مني إني عد ماشي أي كنت على أمي طبعا إذا إن عد مرة وطن ما يدمع هاي مرك مرة وطن ما يرتان كير أي عايشة كرا الله يسا إنما كان شأنك وحي هاي يجزئك وحقوق في لأنه كيب لي إن رأيت وعدي عدكو عرفت مني دي مرة بعد عدكو عرفت أفرك أن تغسل إن عد ما يدمع كانه فإن لم ترى هذا أن أردنا نضحت حوله هريره ثم بعد كل شبه هذه أثرت أدوي وقلق أثرت أجانا إلى لهين بيشي مرض وقطع طي هريره ساد كل شبه بيه ولا إن رأيتني وأن سارك أفروكه حالا ججبين أيه من ثوب الرسول الله يعني كججب الملك صلى الله عليه وسلم فرقا ججبين وفيصلي فيه دينه وكنت كنت وأركينا داير طيب حلقة على قلنا يا مدام وانت مرادة كحقضون وكسيدة دينا رسولك كنت كنت وبي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث ويوكوفي قال حدثنا أبي وحفص بن غياث عن الأعمش وكوري سليمان بن مهران عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد سنوى النخعي وأبتقي وهمام من الحارث الكوفي عن عائشة يكوري في المني في شأن المني قالت عائشة وحيث لكنت وحانا أفرقه مجي جبيه وسوعي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض الرسول كان قل هكو إن قل إنتان كجي جبيه وصلع رسولك وقلت كان يبيت وبي قال حدثنا قطيبة بن سعيد بن الجميل ابن الطريف البغلاني وهي قال وحور حدثنا حماد يعني ابن زيد بن وجه ذا عن هشام بن حسان بكوري هشام بن حسان وقردوسي وهي وبي حاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري ومروزي ابن راهويه قال وحوي أخبرنا عبدة ابن سليمان الكوفي ويقال وحوي حدثنا ابن أبي عروبة وسعيد في بصر قائد جميعا بمانت وعن أبي معشر بكوري ينحى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم أبو بكر بن أبي شيبة مشهور كويه وكوفي قال حدثنا هشيم ابن بشير الواسطي بل عن مغيرة يكوري ابن مخصم علماء الكوفة كمدها وحدثني محمد بن حاتم المروزي قال وحور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ورجي ويناء بصريين عن مهدي بن ميمون بكوري سنوى بصري عن واصل الأحدب من علماء الكوفة وحدثني ابن حاتم ومحمد كي قال وحور حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور في الهندري أبدي سأل ويد لاب كوسج كي مسعى إسحاق بن منصور السروري بالإلهة قال وحور حدثنا إسرائيل إسرائيل يونس ابن عبد إسحاق السبيعي وهي عن منصور البكوري من المعتبر ومغيرة كل كوكستا كل هؤلاء كوى أمانتو رد الله صوشي هو المنصور ابن المعتبر يا مغيرة
iyo ninka la yidhaahdo waasil ila xadad dhammaantood waxay ka wariyeen can ibraahim annakhici can ilaswadi can caaishata fii xati nabiy fii xati lmani maniga xoqideeda min qawli rasuulillaahi ay ku xoqday caaisha sala allahu calayhi wasalam naxwa xadiidi khaalidin khaalid xadiidkiisii oo kale can macsharin uu ka weriyey khaalidin xadaa xadiidkuu macshar abi macshar uu ka werinayo oo kale uu ka werinhayey abi macshar can ibraahima can calqamata ana rajula nazala bicaaisha xadiidkaasoo kale ka weriyey wabi xadaanii muxamed ibnu xaatimin ilmarwaziyu qaala wuxuu yihi xadaana ibnu cuyeynata waa sufyaankii can mansuurin buu ka wariyey ibnu suleymaan mansuur ibnu mucamir ibnu suleymaan ibn darkhaan ninkaan lahayn weeye can ibraahima ayuu ka wariyey nakhicigi can hamaamin ibnu lxarid can caaishata binaxwi xadiidin kuwa xadiidkooda oo kale ayuu marka hamaamna caaisha ka wariyey wabihi qaala xadaanaa abubakr ibnu abi shaybata qaala xadaanaa muxamed ibnu bishrin alcabdiyu weeye min culamaai lkuufa can camr ibni maymuunin aljazariyi qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey sulaymaan ibna yasaar almadani sulaymaan ibna yasaar almadani weeye yaan weydiiyey can ilmaniyi oo yusiibu asiibaya thawba rajuli ninka maradiisa ayaqsiluhu miyuu mayrayaa am yaqsilu thawba mise maradii uu mayray camr ibnu maymuun baa wuxuu ilaahay sulaymaan ibna yasaar baan weydiiyey manida ninka maradiisa asiibaysa ma manidii un baa la mayrayaa meeshay marada ka taabatay mise maradii oo dhan baa la mayray faqaala sulaymaan wuxuu yihi akhbaratnii waxaa ii waratay caaishatu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku kaana inuu laha yaqsilu lmaniya manida mid mayra uma yakhruju uu baxaya ila salaati buu u baxayay fii dalika athawr maradaa dhexeeda rasuulku salaada ugu baxayo walxaal ana anigu anduru aan fiirinayo eegay ilaa ahari lghasli mayriga raadkiisi oo fiihi fi thawri marada ku sugan rasuulka intii manida maradiisa laga mayro salaada ugu baxayay isagii oo markaa marada meeshii laga mayray calaamadeeda ay ka muuqato marka waxaa weeye intii laga mayray intay manigu taabatay unbaa la mayraya wabihi qaala xadaanaa abu kaamirin aljaxdariy waa basri qaala wuxuu yihi xadaanaa cabdulwaaxid yacni ibna ziyaad buu ujeedaa isna waa basri xa wa xadaanaa abu kurayb maxamed ibnu lcalaa alkuufi buu inoo ahaa qaala wuxuu yihi akhbaranaa waxaa noo waray ibnu lmubaarak cabdullah ibnu lmubaarak almarwazi iyo wabnu abi zaa'idat alkuufiyu kulluhum dhammaantood can camri ibni maymuunin bay ka wariyeen bihada alisnaad marka waa isnaadkii uu sulaymaan ibnu yasaar ka warinay can caaishata wa ama ibnu lmubaarak ama cabdullahi ibnu mubaarak iyo cabdulwaaxid ibnu ziyaadkii fa fii xadiidihimaa labadaa xadiidkooda qaalad caaisha waxay tidhi kuntu waxaan ahaa aqsiluhu mid maydha min thawbi rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam marka raggaa kale iyo ibnu lmubaarak iyo cabdulwaaxid faariqa u dhexeeya waa maxay qaybtaa kale waxay ku wariyeen ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam kaana yaqsilu lmaniya isagaa mayrayay bay ahayd oo ka mayraya marada laakiin ibnu lmubaarak iyo cabdulwaaxid fa fii xadiidihimaa qaalad waxay tidhi kuntu aqsiluhu min thawbi rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam markaa inay iyadu ka mayraysay ama ibnu abi zaa'idata ama ibnu abi zaa'idata fa xadiiduhu xadiidkiisu kamaa qaala ibnu bishrin ibnu bishri siduu yidhi weeye maxamed ibnu bishr alcabdiyu weeye siduu isagu yidhi weeye ana rasuulallahi sala allahu calayhi wasalam kaana yaqsilu lmaniy taasuu ku raacay ibnu abi zaa'ida laakiin labada kale kuntu aqsiluhu min thawbi rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam wabihi xadaana axmed ibnu jawaas waa kuufi alxanafiyu axmed ibnu jawaas alxanafiyu ree bani xanifa ayuu ahaa waa kuufi abu caasimina qaala wuxuu yihi xadaanaa abulaxwas can shabiib ibni garqata ayuu ka wariyey alkuufiyi can cabdillahi ibni shihaabin alkhawlaani halkan xadiid buu yahay waa kuufi qaala wuxuu yihi cabdullahi ibnu shihaab kuntu waxaanaa naasilan mid ku degay calaa caaishata caaishaan ku degay ninkii markii hore lasoo yidhaamiyabaa isagaa faxtalamtu waan ixtilaamay fii thawbi maradaydaan ku ixtilaamay oo habeenkii baan marada iskaga ixtilaamay kolka uu ku mani dejiyey faqamastuhumaa waan dhubiyey fii thawbayi halkaa inuu dhahay ahayd sida damiirka dambee damiir tathniyada uu tusinay faxtalamtu fii thawbaya nusqooyin dhig ma jiraan faxtalamtu waan ixtilaamay fii thawbaya labadaydii marood wey faqamastuhumaa labadiibaa dhumbiyey fi lmaai wakaa damiirka damiiru tathniyadii u noqonay faqamastuhumaa waan dhumbiyey fi lmaai biyah fara'atnii waxay aragtay jaariyatun gabadoo licaaishata addoona caaisho u sugnayd bay aragtay oo fa akhbarathaa caaishay u warantay fabacathad ilaya way iisoo dirtay caaishatu caaisha iisoo fariin dirtay oo cid iisoo dirtay
فقالت عائشة وحيت ما حملك محاك وحن باري على ما صنعت وحد كسنا يسد فوليك لبدا أمر وحد كسنا يسد محاك وحن باري بيتري. قال وحير قلت وحانري وعبد الله بن شهاب الخولاني وحانري رأيت وحانر كما يرى النائم منك وردوه وقعرك في منام روح ورد منام كيس وقعر كان أركيو وان احتلامي. قالت عائشة وحيت هل رأيت فيه ما مياه قعرك لبدا أمر أحوى الشيء وحشير الله ركتين كجلاء وأثرتها قلت وحاني لله كما أرد لكينا عن احتلامان وقال قال الوحيد لي فلو رأيت شيئا شيئا هذا لك تغسلته وأطقيسا لقد رأيتني وأن أركبت والحال أني أنا أقول أحكه أن حقي يوم كحقي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض رسولك يا بيسا حالي من إنجيغن من إنجيغن إبدا كحقي بالغفور عدد إذا كحقي بيته فلك حتى أثرتها عبد الله حق الله ركو سيدا عنده هديك كثير اللي وقفك هديك رانا والله ما يروى شيء اسكا طاهرة باب النجاسة الدم بيق النجاسة ديس وباب يهيو وكيفية غسله ميل إيسا وكيفية غسله ميل إيسا كيفية ديس بيق إيو ميل إيسا بيق إن النجاسة عدين تير إيو ميل سيد الله ما يرحل وديس رد المتصل إلى الإمام المسلم قال والفور حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح الكوفي قال وقول حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثني محمد بن حاتم المروزي واللفظ اللفظ يقول له يسوى أسر نادي محمد قال وقول حدثنا يحيى بن سعيد عن وقطان كي يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة كوري قال هشام وقول حدثتني وحائشة كسفاطمة بنت المنذر تيوي بنت المنذر بن الزبير قربي وي كوري جرتين بغن أييدي عن أسماء أي كوري سوى أييدي قالت وحيتري وفاطمة أسمى بنت أبي بكر جاءت امرأة إسلام باوت من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وحيتري إسلام تاس إحدانا من دم يصيب ثوبها مرض هذا وحاصيبه من دم الحيضة حيلة إي جيل أي عصيبه دم الحيضة كيف سيدة تصنع كسرين به ثوبك يمرد إي قاصير قال رسول الله تحته ويحقيسا ثم تقرصه ويحكج جبينيسا بالماء بيه ثم تنضح به ويكشر يسا ثم تصلي فيه ويكتو كنيسا مركو ورينتي حقضو وبيك أثرتيسا يكبو يسو يقول ذا كدب الدنب بيه كج جبين يسا بيها مركي كج جبسا كد الكسا دماذا يبيه حوض وكشر يوي وبيه حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن النمير وعبد الله ويلا كوفي لها الحاء وحدثنا أبو طاهر أحمد بن صرحي المصري لها ويا قال وعور أخبرا من وهب عبد الله بن وهب المصري إمام المصري في زمانه أيها قال وقول أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم إيه ومالك بن أنس والمدنيين إيه وعمر بن الحارث عمر بن الحارث كاسا يسوه يا مصري كلهم دمامت وصدح ذوا عن هشام بن عروة أيه كوريا بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد للقطاع يحيى بن سعيد حديث كيسير وقاله أيه صدح ذنب هشام كوريا ولكن يحيى بن عبد الله يا مالك بن أنس إمام دار الهجرة يا عمر بن الحارث صدق به الشام من علو الحديث كما قال قال سيد مركي يحيى بن سعيد وقال ومطارع باب الدليل الدليل بابها على نجاسة البول قال النجاسة إلى وجوب الاستبراء استبراء وجوب كي منهم من البول الذي استبراء هو بابها نجاسة كاذب إن النجاسة هي الدلالة تصنع إسا إيو إن كاذب الذي استبراء استوى الله إسكاه صلى الله إسكاه العالي وجوب كي وبي قال حدثنا أبو سعيد الأشج وكوفي وأبو كريب محمد بن العلاء يو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي ويه قال إسحاق حول أخبرنا سديس وإسحاق حلوية قالنا ملازمته لكلمة أخبرنا دائما أخبرنا هو سعودنا وأخبرنا هو كوريا وحيالها إسحاق يبقى لطبق على غسر قال إسحاق حول وابن الله ويه أخبرنا وحنو ورائبه وكيع وقال الآخران اللي مضك لنا وحيدة هو أبو سعيد للأشد يا أبو كريب حدثنا وكيع بن نوشي كي قال وكيع وحيد حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال أعمش وحيد سمعت وحمق لبن جاهدا ابن جبري يوهي إمام الطابعين وصريت ووينيد بأن يحدث حالة بن جاهد كشاكين يا عباروس بن كيسان كي ويسون التابع لها علمنا عباس نسوي كوري طاووس قال وحيد بن عباس مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وامر على قبرين الله قبل فقال وحوري أما هو إنهما لبدا ليعذبان والعذاب وما يعذبان لولا عذابه في كبير شيء وين سببت لولا عذابه وحيردا لولا عذاب فقال رسولك سائل
يقول أما أحدهما مدكو فكان وضعها يمشي مدكو على بن نميمة اسكدرك إيا ورفافين توسعوني وأما الآخر مدكو كلنا فكان وضعها لا يستطيروا مدعان اسك إلى الانين من بوله كالديس لا يستطيروا حلوك الجيدة مونا كتب معناها كتحفظ الجرينو معنى واسدة مونا كتحرز الجرينو مونا اسك إلى الانين بلوك الجيدة أمون إسكا استوري جلين تمارا أمون إسكو قرينا إن ما معنى هذا قال الحور فدعاه قوية رب عصير لام أو رب من قوية لام تميرات قوية ورسول قوية ريو رب عباس فشقه هو جاح بثنين لما أكرا جاح ثم غرسه تلالة على هذا قبر نقول كيس واحدا لام بكو تلالة وعلى هذا كان كور كيس واحدا مد بكو تلالة ثم قال الحور لعله أن يخفف عنهما وحمودي والله جاي أبا أن يخفف إن لقفظ ذي عنهما لبضا قبر حقه من مدد لم يجب ساء أين إنكيجين إنت هنا إنكيجين لبضاس لكن معنى اللي وجه لبضا الله أبا رسول قبر وقر بجاي ولماذا الحي على الشفاعة ويديستي إلهي ويرجي إن لقفظ ذي لبضا إنت هنا إنكيجين سلاسة الله أكبر ولماذا قيل كميد الحي لي أن لبضا الله أمور إنت إقيين يوحي قيان وقنبر ده تصبيح سنة يا وتصبيح ضلع يا الله جاف وين يا مركي إنجيلنا هذا تصبيح ذي بعد ما وعياذ وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولما معنا هذا وحيد على إن بعضنا مفسرين تكمله وإن من شيء حي شيء مول مجد وشيء كستور مولوي هذا ما رشنا وحلاج قاعد حياته كل شيء بحسب يقول إمام نووي شيء والبنولوش يسوع وعيسار إن بعض الله فيرنا يا وجيب كوكا لمنولوش يسوع ما لم يوصوي بلا حرام ما لم يقطع وياه وانت عم ميشو يا لقاه الجنن كلك حكمة كجر تيبا رسولك عليه الصلاة والسلام حول انت هنا انجين والله فضا يبنى يا اما من يقول حول واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر علماء وحيث النيان قرآن كأقرين تيسا قبره والله قرأ قرأك تيسا اللي هو أقرأ لهذا الحديث حديث كالدرات دي بوصل النيان لأنه إذا كان هدوية هيوه يرجى من الرجين يما يرجى التخفيف فضايدين من الرجين هدوية هي بتصبيح الجريد لأن تصبيح هذا صار كغبين لغا فضايدين اللي الرجين فتلاوة القرآن وهدوية القرآن كله أقريان ويكاو ليسنته بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحائل حائل كي كتاب كي سيوي باب مباشرة الحائل حائل الله مباشرة ويدي فوق الإزار دي 8 سطر وربي قال حدثني وعائشة كيب وحديث كان إيشا لأحمد بن يوسف اللزدي وأن يسابوري قال وحور حدثنا معل بن أسد البصري قال وحور حدثنا عبد الواحد بن الزياد كيوية عن سليمان الأعمش مكورية بهذا الإسناد وحديث كان كذوري أعمش مركي ورهت وحاكا قال هي وكيع هذا عبد الواحد باكا قال هي غير أنه لكن أنه عبد الواحد قال وحور في روايته وكان الآخر مدك كروحها لا يستنزيه مد عن اسكيلة لأن عن البول كابل أو من البول عن البول أو من البول فلقى عن البول أو من البول وحرف بادية لا يستنزيه نأسل يا عبريه واستعمال كتاب الحيض باب مباشرة الحيض فوق الإزار وكتاب يا حيض كيف وليه وحاصوه ري باب مباشرة الحيض حائل له لبع شريط بيضا لالب باشير يا لالب مباشر فوق الإزاد وزكنت لغوه كاكو الرأي إن معنى لالب مباشر وقال الله تعالى كروه وبي قال حدثنا أبو بكر أبو شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم صبح دولا وينكوري نيبور قال إسحاق وقال أخبرنا أفر صغرين ونسو مري إن هدنا وابركتا قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخران لبرك روحيه هذا حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد كيوهي عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي عن الزهد بن يزيد عن عائشه تطمان دك وعوي كوفيوي مركي لغا ريب زهير بن حرب بن الحرش يسحب بن راويه مروز قال ابو حيت كانت احدانا عائشه وحيت كانت احدانا مدن وحي هي اذا كان مركي طاي حائبا من حائل الله امرها رسول الله الى امره صلى الله عليه وسلم ان تبتزل الى غوست بنتته فتأتزيل مركزي كنتنيس بإزار نهوز كنتي ثم يواشرها ولا مباشرون أيهو جل كورا استاذني وإنت إنت حدون تقوصي سأي كنتنت وبي قال حدثنا أبو بكر أبو شيبة قال حدثنا علي بن مسهل عن الشيباني كوريا وسليمان ابن أبي سليمان حاوى حدثني علي بن حجر المروزي السعدي واللفظ له لعلي بن وصف ناظر
قال وحول أخبرنا علي بن مسرد قال أخبرنا أبو إسحاق أبو إسحاق وكي شيباني اللي قوله هايو سليمان ابن أبي سليمان الشيباني اللي لك يدي سنو أبو إسحاق عن عبد الرحمن الأسود بكوري وإبراهيم النخعي أبتدي عن أبيه أبيه أسود بكوري عن أي وكوري عن عائشة أيكوري قال وحيتري عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أسود كوري عن عائشة قال وحيتري كانت إحدانا مثل ما وحيها إذا كانت مركتها حائضا مد حائضا أمرها رسول الله الأنبياء صلى الله عليه وسلم أن تأتزل إن يسكن تأتزل في فور حيضتها حيلة بيض وقت أود برانتي في فور حيضتها في قوة حيضتها مركي حيلة بيض حوض برانتي حوض أسرع طويل ثم يباشرها مركي يسكن تأتزل رسول الله مباشرين جرى حيلة بيض بالله غيظنا وإلا إلى هذا قال وحيتري وأيكم كنبا وعائشة وحيتري وأيكم كنبا يا كان وأيكم كنبا يملك هرنا يا إربه حاجريز أنا إربه ذكر كيس أنا فرج كيس إربه واتي الله بواسطة الله سكون يا بعض وحبين تطرن كمك فرج يا هنوي كما كان سيدو رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك منها أنت إربه سيدو رسول كوه هننجري يا أوهنا ويسوع حاجريز أوهنا وبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان كوي عن الشيباني اليكوري وسليمان كي عن عبد الله بن الشداد بن اليكوري والمدني يسوي عن ميمونة بنت الحارث قال الميمونة وحيث كان رسول الله وحوها صلى الله عليه وسلم يباشر النساء وين كيس عمد الله قلما فوق الإزاري وإذ كنت كل كيس أي رسول قرى مباشروني والحال هن إياه خيب هو حيب الأيين باب الدجاج اللي جيه بوباب يا مع الحايد حايد لما عيد لصحر الله لجيفه في اللي حاسم واحد ينقو كلي أنا لغو لصحر ينقو كلي لغو لصحر حكا رح عيد وبي قال حدثني أبو باهر والمصري قال حدثني ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري عن مخرمة أيو كوريا مخرمة طب بكير بل إلى لاوة المدينة حا وحدثنا هارون بن سعيد بن الأيلي وأحمد بن عيسى أحمد بن عيسى التستري كوكي إمام البخاري أحمد بن عيسى أدو يلاهي ويسوي اللفتيس وحكا قاعدة أحمد هدو إسكاد الأغاد أحمد بن عيسى ويلي وتستري وعلى إسكاد قرام صد أحمد بن مقدا ويلي وصد أحدا حافظك وما مرجع الله الله قامتك وعين هذا هو عدي أحمد بن عيسى وتستري ويسوي مصري مركع قال وحيلة هذا الغلو هارون بن سعيد الأيل لأحمد بن عيسى وحيلة هذا حدثنا من وهم بن بنوشيكي قال وحول أخبرني مخرمة بن بخير كيوي أنا أبي أبي بكير بكشيك علماء قيام كمدة وكهذا يا سيد الدار قد نوكل أبي بكير رح نكق على نسكر قاعد إنما مالك ورجع يعني نكق على سيد الحديث هو موصول هو مقامي عن مخرمة بكير بكير يعني أنا أبي أبي عن كريم بكير مولى ابن عباسنا قال كريم بكير سمعت ميمونة أيام مغلي زوج النبي صلى الله عليه وسلم نبي لزوجه ذي ساعد قال ضيارتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضجع متسحر معي معي وأنا حائض أنا وحائض رسولك معي بالسحري وبيني أنا وبينه وبحيس أنا خور المرأة يسوي أنا المرأة نرد حيسوسا سنفسي حني نبيت مركي يقول له راسي عن كرو وبي قال حدثنا محمد بن المثنى البصري وقال حدثنا معاذ بن هشام ابن هشام الدستوائي وهي قال وحول حدثني أبي عن يحيى بن أبي عن يحيى بن أبي كثير من اليمامي أيكوي وعابد كيوينا قال وحول حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة زينب أم سلمة قالت لا أحد يا حدثته أبو سلمة وورنتي يوسحابية باعي أن أم سلمة هي أم سلمة ومن أمهات المؤمنين حدثتها زينب إلى وشاكت قال روحيت لأم سلمة بينما زبا أنا عليه مضجعة عن جيفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك من عيسى عن جيفة في الخميلة دريد يقولوش كل جيفة الوقت لازم حلت حيلة فانصرفت وانسيته فأخذت وانقعت ثياب حيضتي حيضتي نوالا مسخوك خيبا بغير حيلة إلى طرق طرقار لأنجل الحيض كوقت يسي حرين جنان قاب فقال لي رسول الله الرؤية صلى الله عليه وسلم أما فستي مياد حيض النفاس كحيض بل وجه لا قلت وعامل النعم فدعاني رسولك وإيه يا رفض جعت معي ومع عيسى سحر في الخبيلة تمع قلسي في قلوش رسول قال أم سلام وحيتي وكانت وحي أيدي يده يا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مركا فاعلك قالت هي اللي علينا يا زينب واللي علينا كرا وكانت وحي هي ام سلمة يا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان كوما يدفين هاي الواحد
ويل كليه يكون ميدان أيام من الجنازة جنازة دراد در هل ويل كليه يكون ميدان أيام بيت باب الجواز غسل الحائل حائل لا ما يرجع له بنان غير باب يعني رأس الزوج جهة نك هذا ما يحيس أي بيت يو ترجيله في الدعاء في الدعاء وشان لايس يو طهارة سورها هم بدر هذا كل طهارة قارشة هذا قال حائل لا هم بدر طهارة هذا هم بدر هذا طهارة هذا يو ولد تكاء كدن جيس في حجرها بابتير الودن جيس في حجرها بعد في حجرها نواس يقر مقرية في حجر مقرية في حجرها ولد تكاء في حجرها ويقر بقى يو قراءة القرآن القرآن كأقريب نتيسة فيه في الحجر وأقريب بابتير دي الودن جيس يو بابتير نكو كدن جيس القرآن طاقر انت عصو أباد وبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال وقد قرات على مالك بن كد الامر عن ابن شهاب بن سوى مالك ولن يغدر ورب ومعروف ومدنيين عن عروه يسوى عروه بن شهاب كوري عن عمره بنت عبد الرحمن سيده النساء تابعين قول لهم جري وليه عن عائشه اي كوري عمرا قال عائشه وحيت لي كان النبي وقوعها صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف مرك اعتكاف النبي يدري بوين الي عليك راس ومدح يسوى بوين يا رسول سوى اعتكاف زمن ماذا حديثه الدويني فورجينه ورشا ليني وكان وهو لا يدخل البيت قولي يميد أنجلين إلا لحاجة الإنسان إنسان كحاجين سمويين قولي يمرك رسولك اعتكافي سنة يهمون الجيل الجريل مرك اعتكاف سنة مرك مضح وكسوا بحيني ويهي مضح وكسوا بحيني مساجدك إيه دينا خارج المسجد جوكتا أو قول كيرو جوكتا اللي هو يسكوب الجريل يسعوش ليني أيها حائلاء الجلي يسمع مساجد وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال وحول حدثنا الليث بن سعد حاء وحدثنا محمد بن رمح ابن مهاجر كيوي بس مصري جاه قال وحول اخبرنا وعمر الليث بن سعد عن ابن شهاب المكوري عن عروة يا وعمرة بنت عبد الرحمن والله ما بعرف هذا ابن شهاب المكوري انا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة النبي زوجتي سيقال بن ايتري ان كنت وحاها ومخاطبة من الفقيرة انت ان كنت وحاها لا أدخل متجلي لا أدخل متجشة لا أدخل متجشة البيت قولي للحاجة بعد برادت بنقولي هي حاجة أقول الجلابتر وأقولك اعتكاف صمتها والمريض والمريض فيه في البيت قولي قص غنى والحال المريض والمريض فيه في البيت قولي قص وين أنا معتكفا قولي قل الجلاب عايش له والحال المريض فيه في البيت يد قولي نجر المريض يروح جرنويا فما أسأل المانا ويدينين عنه عن حال المريض مريض كحال في زمان ويدينين إلا والحال أنا عنه معرة العمر جنوي ما دام المعتكفاء ما أنا أكفر يسيد جلما سيطها وصير هو ينوي رجل أنا الصعرة وما وحن ويدين ويدين جلي هذا بك أكفر يسطر تبقى اعتكاف في وقت دارانه بوعي يا زمان ساسي ملك ودي الدار فما أسأل عنه مانا ويدينين إلا وأنا معرة وإن كان رسول الله وقع صلى الله عليه وسلم لا يدخل مدجلي علي طرفي الرأسه مدح يسوع قريب جري والحال هو يسوع في مسجد وكسو بي فورجله وانوش الليني وكان وقع لا يدخل البيت مدان قريب جري إلا لحاجة باهو موين إذا كان مكويا معتكفا مركم معتكف فيه قوي يمون الإيمان جري إلا حاجة ونوصه وقرم موين سوى قال أما إياه الصيد قوة هذا شام رسول قسوس من جري ها هذا روح معتكفك حاجة لا ينقبح موين الله نوع وكان ابن الرمح وقال ابن الرمح وحول ابن الرمح يرجي ولينا يكمل ابن الرمح من المهاجر كي ويلي وحول إذا كانوا مركي معتكفين ساسو عبري نبي كي يأمو أكد هنا إذا كانوا معتكفين مركي ذاتك اعتكاف سيهين قولي المين الجرين ساسو سو عبري وبي قال حدثني هارون بن سعيد بن الهيلي قال وحول حدثنا النواب بن المصري وقال وحول أخبرني عمرو بن الحارث المصري عن محمد بن عبد الرحمن يكوري المدني محمد بن عبد الرحمن بن النوفل ويه عن عروة بن ابن الزبير يكوري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها عائشة قالت وحيته كان رسول الله رضى صلى الله عليه وسلم يخرج إلي مدح صبحي الرأس ومدحيس من المسجد مسجد كوكسو بحنجره والحال هو رسوله مجاور مدح اعتكاف سنويا فأغسله وأنك والحال أنا عارف حائل أرى حائل عن نبي أميري قلت ما راح كسر بحيو أنا حائل عن ما راح رسولك وما يري يبيتري قلت إني ترجمي وين بطن يري وحكم له الترجيل إلى أفر كرت يا راح حائل واحد لنا عين على عين وبيه حدثنا يحيى بن يحيى النسابوري قال وحول أخبرنا أبو خيثمة وزهر بن معاوية الجعفي الكوفي نكر رجل هو وكوفي ويان
عن هشام البكوري بن عروة قال أخبرنا عروة عروة أيوه رأيه عن عائشة عنها عائشة قال لنا يتري كان رسول الله وهو أصل إني إلي من إيده ويرأس ومدح إيسا والحال أنا عليه في حجرتي قل كيغا عن قصوانا فورجيل ذاس ومدح أيان الشنلين يا رسول كل الشنلين وعن حائل وعن حائل وذي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة أيوكوري عن منصور عن إبراهيم حق هذا وحى عبد الله بن مالك عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود تنين المشهور هاي المالك نور بيت عفو جربة عمر تنين كي يهي ميش وكسو الجيل عن عائشة قال الوحيتي كنت وحانا أرسل من مدفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك مدح عيسى ميري وأنا حائل أنا وحائل وبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم صدح ذا يوري قال يحيى وقولي اخبرنا ابو ويحيى بن يحيى النسابوري وقال الاخران لبدا كلمه وحيدا بين ابو بكر يا ابو كريم حدثنا ابو معاويه النوشيكي حدثنا ابو معاويه الضرير كيوي عن الاعمش بكوري عن ثابت بن عبيد بن بدر ابي سمر الجري وكوفي عن القاسم بن محمد بن ابي بكر ويو محمد بن ابي بكر وابو بكر الصديق بلاي بلاي من فقهاء صنعة أيو كمدة رجي ويناي فقهاء يا أبو الدرع عن عائشة أيو كوري قال الوحيد قال لرسول الله الرويل صلى الله عليه وسلم ما وريني عائشة يسيع الخمرة السجائد من المسجد مسجد كأغسي قرق الله ملايين عائشة حي الله يا رسول الله سجائد يسيع مسجد كأغسي ومسجد كتاب كشيء يغسر بحر ما سيد الرويل كدما يكون قارين سيد المسائد كجري marka guriga sajaayada taala isoo qaado isoo si weeyaan macno hadda lafdu soo muuqdo sida minta lagu yaqeenay ibtidaaiye ahay minal masjid iga sii ay tahay oo yaqtay ma aha ee minal bayt ila masjid weey macnaha loo jeedo qaala aaysha waxay tiri faqultu waxaan iri inni arigu xaayid baan ahay arigu xaayidaan miyaa mar ku siin kara faqaala wuxuu yiri in xaayidataki xaayidadaadu laysid fi yadika gacantaada kuma sugnayn faqaata xaayid kula yahay ana ويسي سجايد دي قولي قام قولي ويسي قولك واح حيل وحيل كعال ليوه واح قعام تالي كي يهلما يهلو وبيه قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا من أبي زايد توكوفي عن حجاج المكوري حجاج ابن أبي أربعة طوي الكوفي إيه وابن أبي غنية تنينك الليلال ابن أبي غنية عبد الملك جيوه يسون عبد الملك جيوه وكوفي عن ثابت ابن عبيد المكوري عن القاسم بن محمد عن عائشة قال عائشة وحيتري أمرني رسول الله إبراهي عمره صلى الله عليه وسلم أن أراوله إن نقل رسولك الخمرة سجايد دينا سيئو إعمره من المسجد أم مساجدك كسي يعبر النساء حق مساجدك عن كسي يعلم المسجد فقلت وحانا لإن أريد وحايد من بعنا من المسجد إلى المسجد فقال رسولك وحوري تناوليها تناوليها إيب إيبوي فإما الحيضة تحيلد ليست في يدك دعانتها وكما السنة وبي قال حدثني زهير بن حرب الحرشي وابو كامل الجحدري والبصري ومحمد بن حاتم المروزي انت بدل ملاعيه ولاقيها نسبوي كبلدان تاع قرايش ونسب شيران باخاعين الناس مشهور النقلان كلهم ضمانتهم عن يحيى بن سعيد المكوري وقطانك قال زهير قطان امام اهل الجرح والتعديل وانك امام احمدي يحيى بن معين يا سيدي محمد بن جعفر الغندر كي مركو والرابي والولاد قولك صلاة على الصلاة بحان انتو من نارا دعاك تابع ساعة وفرجت يا ياسوع يستاقي جري احمد دون حنبالي خبوا اوينا يحيى بن معيني اي كمدين قولك هذا سيء التاقيين هالك اي التاقيين اي وحقوق قريان فريس تنمور اولين هاي منه ايه ورا عبسي دراد دي هيدتك هستين اللي فريسين جريم انك يعانا ميزانك يا علا يسقولها هكا سوى العائمة اهل الجرح والتعديل بها لكن رك اقول العروس مقمدها يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان قال زهير محيول حدثنا يحيى وزهير بن حربنا الزهير بن يعنى حرب ويان عن يزيد بن كيسان كور يعنى بحازم وتابعي يقول أبو كورين يا أبي هريرة ونك يريد لسلمان الأشجعي أنا بيريد سلمان الأشجعي يا سلامة من الدينار لا أردو أبي حازم لكن وحاوين طبقة أهان سلمان الأشجعي قاوي أنا أبي هريرة كور يقال وحيول أبي هريرة بينما زم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وكسوية يا فقال يقول يا عائشة عائشة ما ويليني ثورة مرضى إسي حتى الدهر دمتنا ما ويليني أثورة مرضى إسي رسول كان مساجد ككجري كل قاسة يقول ما ويليني ثورة رواية أخوة عبدينيس فقال روحيتر إني حايد فقال رسول يقول إن حايدتك ليس ما ينعهن في يدك كعانت هذا فنأول تفوق ويقول يتوى إسي سيوي وبي قال حدثنا أبو بكر ما يشيبت وزهور محرد
قال وحي لهذه حدثنا وكيع بن الجراح شيخ الامام الشافعي ويان عن مسعر مسعر الكدامي وائمه الواوين والكوفي عن المسعر عن مسعر المكوري وسفيان عن مقدام بن شريح مقدام بن شريح والكوفي عن ابي ابي شريح قال لي وينا ويان عن عائشه تبعي كوري شريحنا قال عائشه وحيت كنت وحانا اشرب من عبد وانا حايد وانا حايد بي عبي ثم اناول ويرمي بي النبي النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فيه أفكيس رسول بدجيني على موضع في أفكيني ميشيسي ميشي كأدب رسول كنا أفكيني فيشرب اسمه عبي وأنا أنا أتعرق وانقوقو سنية أتعرق وانقوقو سنية على عرق لا فيني وأنا حائل وأنا حائل الله ثم يناوله وينبيه يا نبي صلى الله عليه وسلم فيضع رسول كنا بدجيني فيه أفكيس على موضع في ميشي كأدب بيان عبي رسول كأدبي كتن كأدبي وكأدبي هيبا غوسني لا فيلا كل قاص رسول كنا قادني كابتن كان غوستي كل غوسني يا كلاه marka gabadha haylada wax bushi aan qabtay weeyeen oo weerka ugu ku cabtay meeshii ka cabtay waa laga cabbi karaa weeyeen waran yakuu zuhayr zuhayrun sheegi fa yashrabu lamara ku dar zuhayr wabi qala hadathana yahya ibn yahya al-masabi qala hadathana daawud ibn abd al-rahman al-makki an mansur al-mukawri ya'lumi hadha ra mansur al-mukawri aad ugu badan yahay wa arkay meelo badan منصور بن عبد الرحمن الحجري ليلى منصور بن عبد الرحمن الحجري هو يدي بنت بدن كوريا عن امي كوريا عن عائشه عن عائشه قال وحيتر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكي من كنت دنجيسد في حجري دبتير وانا حائض انا وحائض دبتير كنت دنجيسد جرى رسول فيقرا القران قرانك اقرا انا حائض رسول كنت دنجيسد يا قرانك اقرا يدي لا حائض لا قران اقرا سلام الله بقى تبقى ما يشاء هذا هو المدى حديث نسيده إنه دقيق العيد وكرا وحكا استنباعاته حديث ونوضع الله يوحى إلا بنيك كدك إيه قرآن كما أغرق كرا مسا أغرق ما يباشا سيدوان تتاقين تاه إيا ديبا قرآن كرا مسا أغرق ما يساعد الكمت تاه إينا إينا أغرق كرا قرآن كرا قرطة حايلة دي وحديث نكا استنباعات المدى هو الحديث كينا ويقرع لك حايلة دي إنسا جدا يسوق كرا سيجد أن تيجي ما يبدأ قد يدور القرآن كأغريان والقرآن كأدكتان هيسكيت جيران وهكي حديث كل وشة يا دعوة حديث كنزاز وشي لي وبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي المصري قال حدثنا حماد بن سلامة قال والحول حدثنا ثابت عن أنس وثابت البناني عن أنس مكوري أن اليهود يهود كانوا وحي أحايا إذا حاضت المرة الإسلام تمرك حيض فيهم تحضر إسلام يهود ما كحيل لم يأكلها لم يأكلها من اللعنين ولم يجامعهم ما إننا للجماعين ما إننا للسيحانين جماعة حتى الله لجيف كيوه ولم يجامعهم في البيوت قريها ما إننا كل السيحانين نقول فقاق فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبي أصحاب تسيب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم نبي جيب سؤالين فأنزل الله تعالى ألا وحسود الجيب ويسألونك وحكو الدين يان عن المحيط حيث قبل هو قل قل وحاطر هو يسوي أذن فجس وهي يقول النجاس فاعتزلوا النساء وين ذكرت إراءة في المحيط إلى آخر الآية فقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل كل شيء شيء كاستعوينك إلا النكاح ورد المويه النكاح ورد باللوجة اسكنا سعره تاتون تعلم الله شرور لكن ورد ومسكت بوروي فبلغ ذلك أرنكاز قال اليهود فقال اليهود حي لأهدين ما يريد مجيدا هذا الرجل منك النبي مجيدا أن يدعى أنه كتب من أمرنا أرنك أنه يحال بها شيئا شيء إلا خالفنا وله خلاف فيه أرنك شيئا سمينت المجيد إلا عمله كسم وقر مريض إبناء فجاء وحيد بن سيد بن حضير وعباد بن بشر لبدا سحاد فقال وحيد أنا يا رسول الله إن اليهود يتقور وحيد كذا وكذا يهود با سبع يسبع عليه فلا نجامعهم ما وجمعهم فلا نجامعهم ما بجماعة الله سيحن وطه يقول الله ساعة ده فتغير وحد رسول وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وجهه سيبا يسدلين حتى ظنن ما انت نور مرينا أنه شعري قد وجد عليه ما إنه عرور قد وجد إنه عرور عليه ما لبدي سحاب كرقه فخرجا ويبحن لبدي سحاب فاستقبرهما الله وضي وحصوها بالهدية هدية من لبن عانوه إلى النبي يوسف معه صلى الله عليه وسلم هديت عنا وحق الرسول خلص عطاه الذي سحابي وسيس عطسوه طبعا مرته فأرسل الرسول وعدر وعدر في أعفارهما الذي سحابي شهادت كله يوضط كدر بليه لرد سحابي سوقرته
فسقاهما رسولك هو ورابيه شرابك عانه بسيه فعرفاه حيكة أن بشأنه لم يجد عليه ما إنه ما وعرهن رسولك هو ما وعره سنة بقول كيف أبنه يقول عبدالله هل قال لك الشرابي باب المدي هذا باب المدي مدي ده حلم كيف وباب يوحى مدي ده اللي إله وبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية الطبري وهشيم بن بشير عن الأعمش عن منذر بن يعلى وعن منذر بن يعلى الثوري جبال إلى الكوفي ويكنى به يعلان ويوكنى عن ابن الحنفية أيكم ابن الحنفية محمد ابن الحنفية قال إلى هذا عن علي بن كوري قال علي وحور كنت وحانا رجلا من أو مذا النبي بلان وكنت وحانا أستحيي متكه الشهر أن أسأل النبي النبي هنا ويدي صلى الله عليه وسلم من مدي بضان ضانها نبي هنا وحوي ديانا وانكح شوني كو ومحانا وحشور وقال لما كان ابنتي ولما كان ابنتي قبل ايسا بوس كاب هدام وقبل ايسا هدى اولي جرمه صدق ايويا صدق ايويا وعلى لحشور لما كان ابنتي قبل ايسا بوس كاب ايوي جوك تبراد ابن وحشوني فعمرتم مغداد ابن الاسود مغداد ابن الاسود بعن امري فسأله ديانه ويدي مغداد فقال رسول الله يغسل ذكره وذكر كيسا ومميره ويتوضعه ويسيسا ثم ذي كلمة ذكر كنتم ميره ومبو ويسيسا ويانا حكم قالوا مكيني زو بركة ونجاس ويه ذكر كان وقائد وقالوا ذكر كان والله ميره وانا لقي ويسيسا وبي قال حدثنا يحيى بن يحيى الحارثي البصري قال وحول حدثنا خالد يعني ابن الحارث اسنوى البصري قال وحول حدثنا شعلة قال شعلة وحول أخبرني سليمان وسليمان ابن ميران سلمان قال وحول سمعت منذرا منذر بان مقرد سليمان كهده وكوشه الشعبه وسليمان منهران اعمش كيوي اعمش كيان حديد كاوره كسو مريني كل كيوه الهشين يا ابو معاوية كيويني هدنا واه شعبه قال سليمان وحول سمعت منذرا بان مقرد ان محمد بن علي نسوى كوري ومحمد بن الحنفيه ان علي نسوى محمد كوري وآبيه انه علي قال وحول استحياته وحنكا حشوري ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم نبي هنا ويدي يعني المدي مدي لحكم كان من أجل فاطمة وفاطمة دراب إلا فاطمة الحاس قيقة آمنا بلاي ويلي فأمرت المقداد المقداد بان أمر إيه ويديه فسأله هو ويديه فقال رسولك الحور من حقيسة وحاكا على الوضو ويسوبا كويت من مل وبي قال حدثني هارون بن سعيد بن الأيدي وأحمد بن عيسى تستريجوي قال وحينا أن حدثنا مواهنا أن قال أخبرني مخرمة بن بكير المدني عن أبي أبيه بكير بكير عن سليمان بن يسار المدني عن ابن عباس قال ابن عباس الرويد قال علي بن ابي طالب الحور ارسلنا وارسلنا وحام بن هلال مرداد بن الاسود مرداد بن الاسود بن عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ويدي حلم كمري فسال هو ويدي عن المدي مدي يخرج كسر ضحيه من الانسان روحه كيف سداد يفعل به كفر يا روح من حرص عند رسولك الويدي فقال رسول الله الحور صلى الله عليه وسلم توضا ويسيسو وضع فرجك فرجك هذا نبي يخشو فرجك انت ما ويسيسو باب غسل الوجه وجهك ما يريد يسوع بعض يهديه ولي بين الورق كم عط إذا استيقظ من النوم فرد الروح مرق كسر توصل وجهك يلا ورق كم عط إنه بقى هنا يسمى طيب وبي قال حدثنا أبو بكر ما أبو شيبة وأبو قريب قال وعيد هذا حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل الكوفي ويان عن قريب بن كوي ملا بن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال وقع من الليل هبين كي فرد كسر قع فقضى حاجة الحاجة زيبته وعن عقل الله الحاج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غسل وجهه ووجهه سيرو ميره ويديه لبدا سيك عمره ثم نام هو السحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه يلغوه كمعور ميره هذا نجيف كيبو تيبو كون مغل فالك وحالك يا رحد النجاسي وحولين وطاعتعنا ورسول قبقك ساسوه يهدى نكو السحر انتو ميره باب جواز انهم من الجنوب روح الجنوب كهرديه سبناني بيه وبابيه هي وسطح بعضه ودوه ويسير السنان نمت كذا لهم للجنوب الله السنان روح الجنوب كا إنه سيحان كرا يساق الجنوبة لكن ليس الله سنه إنه سيستمرك سيحان إيوه وغسل الفرج فرج لما يريد ديزة إذا أراد مركو الدونة أن يأكل إنه عنا أو يشرب العب مركو الجنوب كدونة إنه وحعنا أنا وحعب إنه فرج إنه ما يرعي سنة أما أو دونة أو يرام إنه سيحر أو يجامع إنه سيحر الدونة لما يدي من الإسلام تقول لكم الجماعة الدونة إنت على يعنى ويسا الله سنه يأي فرج وماله وبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح المهاجري ومصري قال قال وحيد هذا اخبرنا ليث بن سعد ح وحدثنا ابو طيبه بن سعيد البغلاني قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشه يكوري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول كان وقوها إذا أراد مركو دون أن ينام إنه سيحر والحال هو يسوي الجنوب رسول يسوي الجنابة قال عبد الدون إنه سيحر توبأ ويسيسين يوضوء من صلاة صلاة تسيل أبو ويسيستوى كان قبل أن ينام إنه رسح إنه رسح نبي رسول ويسيسين جري كل فاسو الدين السيحة جري وبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية وإسماعيل هو وكيع بن الجراح إيه وابن دول صدح راسا يسرع عن شعبة أي كوري حرة شعراء هاي عن شعبة أي كوري عن الحكم بن عطيبة عن الحكم بن عطيبة وحكم بن عطيبة الكوفي عن إبراهيم أي كوري ومخعجي عن الأسود وأبتجي أي سبن أسود بن يزيد كوري عن عائشة أي كوري قال الوحيتر كان رسول الله وهو صلى الله عليه وسلم إذا كان مركو يهجوما من جنابك ورسولك مركو يهجوما فأراد الدوران يأكل ينعنا أو ينعم أو سعر توضع ويسيسني ودو أهل صلاة صلاة سوء ويسيسني يوقع وبي قال حدثنا محمد بن مصنع وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا عبيد الله بن معاد يا مشكي وعبيد الله بن معاد العنبري قوي قال وعبيد حدثني أبي إن بغن أبيه كوي عبيد الله بن معاد العنبري إيه معاد بن معاد العنبري لو أبوه بكوي قال وعبيد أبوه ومعاد العنبري حدثنا شعبة بهذا الإسناد المروري نحو الحديث السابق وفكر شعبة وحكى قال هي صدح من وابن عليا وكيعي غندر حضر وحكى قال هي معاد العنبري إيه محمد بن جعفر وكورونا يعني هم منه كجري صدح ديوا وكجري غندر كمركي ورا الله يطلع قيبها حضر وحاوي محمد بن جعفر ولكن محمد المصنع ابن بشار كيول وحي كوكري بني وحاوي مركي ورا أبو بكر ابن علي الشيبة يوها الشيخ المسلم وحكوه يمركا أبو بكر ابن علي يوكيع يغندر وشعبك سيوري هذا وحكوه الشيخ المسلم ومحمد المثنى ابن بشار وحكوه يمركا غندر وحكوه الشيخ المسلم عبيد الله ابن معاذ العنبري يسنى به كوري كل قاسي دينا شعب السنة كوري قال ابن المثنى وحكوه في حديثه محمد المثنى حديث كيسا وحكوه وعنز دقيقة حدثنا الحكم يسوي كتر كله عن الحكم بهنا أنت أي أبيك سيدين يسوي حدثنا الحكم وعقلنا عطيبه قال يقول حدثنا شعبة بهذا الإسناد كله عن شعبة عن الحكم بيدان لكن يسوي يقول إذا حدثنا الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث سداس عبرة وبي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي والبصري وزهير بن حرب قال وحيلا حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطاوي عن عبيد الله أيو كوري يحاء وعبيد الله العمري وحدثنا أبو بكر من أبو بكر من أبي شيبة وابن المنير واللفظ اللفظ بالله ما الله ما أصر ماذا قال ابن المنير والحور عبد الله ابن المنير حدثنا أبي أبا هيدا النوشيكي وقال أبو بكر من الحور حدثنا أبو أسامة لما بأس إسكو قرم مرين قال أبو الحيد هذا المركة أبو أسامة وحمد بن أسامة إيو نيك الإله عبد الله ابن المنير وحيد هذا لما بأس حدثنا عبيد الله العمري عن نافع كوري مولى ابن عمر عن ابن عمر كوري عن عمر عمر بن الخطاب قال انه يا رسول الله رسولك لا يرقد احدنا مثل من يوسف وهو جنوب يسوي جنابه وصاحبه جنابه قال وجود النعم وسيحان اذا توضا مركو ويسيست انه يسوي مركز سنته انه كور يسوي وبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن ابن جريد وعبد الملك المكي قال وعود اخبرني نافع نافع هو عن ابن عمر أما عمر عمر ما استفتى النبي نبي وفتوى كتب البيت مثل من صوت عتو ودي فقال وعود هل ينام أحدنا متك من نوسيحا وهو جنوب قال رسول وعود معاه نوسيحا ليتوضا هو يزيد ثم لينام هسيحا حتى يغتسل انتو كما يدعي لا شاء عمر قدوم انتو يزيد تهسيح دي نفر قدوم عما يدوية وبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مالك بن كبد الأغريب عن عبد الله بن دينار المدني يسوي كوي المالك عن ابن عمر يسوى عبد الله بن دينار كوريني قال وحي ابن عمر ذكر عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب أشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسوى عمر أنه يسوى عمر تصيبه إنه يصيبه جنابة جنابة إنه يصيبه من الليل هذين كيف الجنابة يصيبه يرسوله كويل فقال له رسول الله رسولك إلى أبي حبيبه صلى الله عليه وسلم توضأ ويسيسه وغسل ذكرك ذكر كاير ميت ثم نمسح الرسول تدوي تذكر كما يرى اسكسه وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح معاوية بن صالح وحمص هل كان يشام كسوجيدا عن عبد الله بن ابي قيس اسرع هل كان سوجيدا لما صاحب اسرع حسن
قال وحير عبد الله سألت عائشة ويدي عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وتر جيس فذكر الحديث حديث كل شيء ديكم وتر ويدي رسولك وتر جيس سأل وعندنا كان نسكوا رام بس نسكا بامبا قال بعدين عود وكم وتر جري ساس وجوال وتر جري وغوار بحسه قلت وحان إلي وعبد الله بن أبي قيس كيف سلامه كانها يسمع مت سمي في الجنانة جنانة من حسن جري أكان يغتسل من ساحرة قبل أن يرام يغتسل من قريسة قبل أن يرام أنتون ساحنة أم يرام نسو ساحني قبل أن يغتسل أنتون قريسة بكيف سبين جري قال الوحيد لكل ذلك كاد ما أنت قد كان وهو يفعل مدفل أنت لو سبين جري ربما تزل إنه قريسة لا أركي فنان ساحرة وربما تولى فنان إن أنتو قريسة ساحرة لا أركي جري إن أنتو إسكوي سيستة ساحرة ويبع جري تبعت العايش قلت وحان يقول عبد الله الحمد لله الله عبد المهل الذي عليه جعل يلا في الأمر ساعة عليه أمر فوسع كأنه إلى ساعة وطاعتس كسر ينكر الله صار مهل دل قد وقورا طالس لا أنت بركي سنبس يا عكر تدينا إذا تخلي ستين ويسا أهرنا لك ما حقه بطريس كاسر دباع وضيع حدثني زهير محرم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين حاول حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب الجميع عن مناطق عن معاوية بن صالح بكوري بهذا الاسناد مثله مثل الحديث السابق وعوري معاوية بن صالح حد ابن وهب بكوري مركي هنا اللي ابن سعد بكوري هل في سيدي ما ادام وعلقا لابد اللي ابن سعد عبد الله بن وهب لابد يرجع مصريين في الزمن كاول عصر صلاه اهاين قال علماء كمدي ابن وهب اللي كور مرنيا لكن ليت كنا نعرس بها ان لو مرن كرم معها حتى علماء قيم كمدي إنه مالك دولة كهر مرينة يا ملك الليث لا يحل لي وبيه قال حدثنا أبو بكر ما أبو شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حاوي حدثنا أبو بكر إما أبي شيبي وهي قال حدثنا ابن أبي زايدة الكوفي وهي حاوي حدثنا عمرو بن ناقد ومن مميرة بل انتو سنة إسو كيلة شاب إن السنن وإسو مشائخ بيسو إسو كان حدثنا أبو بكر ما أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وكل وأبو بكر الشيخ يسير وحدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن أبي زايدة حدثنا أبو كريم بن شيخ يسير وحدثني عمرو بن ناقد وبغدادي ومن ممير يا عبد الله محمد بن عبد الله بن ممير حدثنا والله وكره أفرت والله مشايخ بيزي قال الله بدن بن الوحيد هذا حدثنا مروان بن معاوية وكوفي الفزاري كلهم بمان تود مرك كلهم وكل ذا مروان بن معاوية ابن أبي زايدة يا حفص بن غياث سدح داوي كلهم بمان تود عن عاصم بكوري أحوال كيوي البصري قال عن أبي المتوكل المكوي اللي يسونه والبصري عن أبي سعيد بن الخدري قال أبو سعيد الحوري قال رسول الله الحوري صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم يتكلم مركوطة أهل وأهل كيس ثم أراد ودون أن يعود دون كنه فليتوضأ هو يسيست أركو إسلام دي زين توتا هدلوا دون يون كنه بس دي بكسوه يسيست ساعة ساعة وحوغا نشاط خور بالي زاد أبو بكر الحوري كربي في حديث كيس أبو بكر مع الشيء الحوري بين ولا بين الجماعين وضوء هو يسيست هو يسيست فليا توضع هو يسيست بين ولا بين الجماعين وضوء لا الجماع ويسيه ودعيسي وقال وحي أبو بكر رواية بيسة ثم أراد أن يعاود تهولا ثم أراد أن يعود ثم أراد أدون أن يعاود إنه كل نقض وبي قال حدثنا الحسن بن أحمد بن شعيب الحراني ابن أبي شعيب الحراني قال وحي حدثنا مسكين يعني ابن أبو بكير الحذاء مسكين واي يعني ابن أبو بكير الحذاوي حراني واسمها عن شرة يكور يعني هشام بن زيد عن أنس هشام بن زيد كاس هشام بن زيد مع أنس أنا سمي مريد بأبوه مرك دائما سيد أغلب كأبوه يكوري هذا بركته عن هشام بن زيد عن أنس هذا بركته هشام يرى أبوه بدني اسكت لا بقى هشام بن زيد كاس أبوه يكوري أنس كوكوري بيه مرك زيد مع أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وكان وقع يطوف متكوري على نسائه وين كيس بغسل واحد هل ما يركلي هو يعني أنا هل ما يلو رسول كنت وطب هل ما كت ما يرجري باب وجود غسل ما يرجع وجود كيس وباب على المرأة إسلام تأكل واجب هي ما يلو بخروج المني من لك صوب احتان كلام منها إسلام تأكل صوب إسلام تدين من كت ما دينه قريش تدينه يدي الواجب كتا واصلة وفي حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس وإمام عمر بن يونس الحنفي وريدني حنفي يماميين تيو قال حدثنا عكرمة بن عمار ويمامي قال وحور قال إسحاق بن أبي طلحة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة إسحاق بن أبي طلحة حتى تركته أبو طلحة سأبيهما إسحاق بن عبد الله
ابن أبي طلحة وي مرك أقوله يبا يا أبو ملايين أبي هو قال إسحاق ابن أبي طلحة تعرف ابن أبي طلحة عرف بلي بدمير ما نقبل يا عبد الله ابن أبي طلحة أي أنا سوني ما يرجع حبه يدا ولا ركع هاي أنا أم صلاي أي ولا قطع شيء إسحاق سأقول البخاري هي مسلم كلامه وقصه على رأسه وإسحاق ابن أبي طلحة ولا أقرأ قال يقول حدثني رسول مالك رسول مالك سوى غير كي وهو أبيه ولا راعيه وكامل قال يقول جاء حاتم بن سليمان ومسليمان أنا سويدي وهي يبني جدة إسحاق سمرت إسحاق ما أيدي وي إسحاق ما أبي طلحة وأيدي وأبيه وعبد الله ما أبي طلحة إتشا أنا سمي أيدي وي وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسوله وحيكت له مسليم هذا لما يلقب بن والحال عائشة عائشة عنده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رسول الله جورته المسلمين هذا شو حيتري يا رسول الله رسول كلاه المرأة إسلامته ترى وحي أرك ما يعرف الجور نقول وقع أرك في المنام منام هو وقع أرك إسلامته ديا ولا جماعة يا أرك سيد نقول سوى وح جماعة هو أرك وين بينما فترى وحي أرك من نفسها نفتر ما يعرف الجور نقول وقع أرك من نفسي نفتي سوى وقع أرك كلها فقال عائشة وحيت الرسول جير الجوار يا أم سليمان أم سليمان فضحت النساء هورك وفيا حيث تريد دي منك من كتاب هورك من كتاب هورك هورودي محمد فضي عائمة ما إسلام با هذي جيه الله وحيت أرك معامل يا رأي بيتي وحميت أعوك الشيء فقال رسول بعيد لعائشة عائشة وحوي أنت بل أنت بل أنت فتريد دي منك أنا يجع أنت هورودي عائشة نعم ويأركي فلتغتسل حقا بيستو يا أم سليمة إذا رأى المركي أركت ذلك هنا أركي غقي أركت ذلك بيستو عاشوا كيبه كيبه غقي أركتو فلتغت بيستو ويأركي يا برسولكي وبي قال حدثنا عباس بن الوليد البصري عباس بن الوليد البصري قال وحيد حدثنا يزيد بن زريع وقصره قال وحيد حدثنا سعيد بن أبي عروبوي عن قتادة يكوري أما أنا سلم مالك بحدثنا مشيكي أنا سمي مالك بقتاتي حرتي سئوة رميو وهو يرى أن أم سليم وهو يرى أم سليم يحدثه أشهدتك أما يدو سأل ديني ويديس النبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة إسلام وقرأ أرك في منام يهردين ما يرى الرجل منك وقار فقال رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأت مركي أركت ذلك أرنك المرأة إسلام تعطي أركت إيضا أرنتي بعد كل أي بيكي ما بيه فلتغتسل هكذا ويزيطوها ما يرى الرسول فقال أم سليم وحيتري واستحييت وقاس عن حشوريت واستحييت وعن حشوري من ذلك كادرات دي وقلقها وعلى تهكم يستدي ساسيتي وعن حشوريت قالت وحيتري وهل يكون هذا كاسميو أهلاء أرن كاسميو معيا فقال أن يقول الله سيدة حلقة المقرية وقالت أم سلام حلقة كل مجرى حلقة وتصحيف اسكجرى حلقة وتسعير السلام عليها فقال أم سليم فقال أم سلمة تعالى وصحب حديث منكم قال دونا مسخول بدن فقال أم سليم نبيه ولكوري فقال أم سلمة وحكوري مجرى يا والوصحة سوما تاسع صحة مسخول على الوصحة صحة أم سلمة وي وحي السؤال أم سليم تولتي يدي ويديسي يدي يقول عبنا إسلام يا عبنا أم سلمة وليش جوكتها يا عبنا وحشوتها هذا الكتريوي ساسع دورنا إسا فقال أم سلمة وحيتي واستحييت وان حشودي من ذلك حقه مسخوك وتسعيف بنا النووي الافتسوري هاي صوابك لأن السائلة هي أم سليم والرادة عليها أم سلمة في هذا الحديث وهذا كله مدى الهدية يسي هذا الجسوع لنا يسرى أم سلمة مدى سؤال شرطنا دواء أم سليم مركة إيادي أم ما ساي سغسا قال أبو حيتي وهل يكون هذا قاسمي أحالاتي أم سلمة أورب فقال النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نعم وأها أركاس فمن أين حجاره يكون الشرب كانت حاجة تبعته وإنه يلي وقع هذا إنما يرجل منك بيجيسو غريب قوة أبو أبيض وعب وما أول مرة وإنما أول مرة إسلام تبيهدو رقيق النجل اسمه يأسفر الجعلة فمن أي هنا متكودي على كر نقضة أو سرقة أنا الدقدقاء نقا هم يكون من حديثك على أشرب ويكامت لأنه بيومرك إسجيران الرحيم ويسكون قرام مت كوري حقه كور صوم مرا أمت نقا كاسو يقول إكان هي حقا يقول مدينة بيران وإذا كان إكاناو وبي قال حدثنا داود بن رشيد البغدادي قال حدثنا صالح بن عمر الواسطي قال حدثنا أبو مالك الأشجعي الكوفي أنا نسيم بن مالك قال أنا سمعوا رسالة امرأة الإسلام بويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة إسلام حقه
وترى أركيس في منامه وردده ما يرى الهجور نكو وحكو أرك في منامه نكو وردده وحكو أرك إسلام أرك سيال لأرم فقال رسول قلعي إذا كان مركو كأهار منها إيال حقير ما يكون وحي كأهار من الهجور نكا فلتكتسيها ما يرى نكو وحي كان عياتو قد عبية الجزء تهم ما يرى توي وبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال وحيو أخبرنا أبو معاوية وضريركي عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة الكوري وهو يدعو وحيو التيمة يداك كما هو دعاء فبما ما حيو يشبهها إسلام تقول لك هذا ويردها المهر المهر من عروة على دين بي دجين وبي قال حدثنا أبو بكر بن هشام وزهير بن حرب قال وحيو هذا حدثنا وكيع بن الجراء هوي حاوي حدثنا ابن أبي عمر المكي وعن صومر مرارا قال وحيو حدثنا سفيان بن عيينة ويقول أن تكور النساء المكيها جميعا بما أنطر عن هشام بن عروة يكوري بهذا الإسناد مثل معنى الحديث معني سيوك على أي كوريا أو مركي هرب هشام بن عروة يا كوريني أبو معاوية تمريض وحلو ذلك مرك هبا وكيع بن الجراء يا سفيان بن عيينة لما سلوري مثل معناه حديث أبو معاوية وكوري هشام معني سيوك على وزاد الحكوكر بي كل منهم على أرى وزاد لنا لما نضمن مثل الحكوكر بي قال أبو حيتري أم السلامة قلت وحاني فضحت النساء هواك وفضل حيس وقول قال حدثنا عبد الملك بن شعيب المصري ابن ليث بن سعد مويان قال وقول حدثني أباه شعيب أي ورهم عن جدي أوين ويبه ورهم وليث بن سعد أوينه قال وقول حدثنا عقيل بن خالد والرحال عن ابن شهاب المكوري أنه ابن شهاب قال وحور أخبرني عروة بن الزبير بأي ورهي ابن شهاب أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أخبرت عروة أورهم تواليرتي أنا أم سليم أم سليم أم بني أبي طلحة أبي طلحة عروتي سهوير الأي أم بني أبي طلحة أم سليم أم بني أبي طلحة أبي طلحة عروتي سهوير بشير الأي دوي يا دخل الصوغة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام هشام حديث كيسي أيو وليم ابن شهاب ابن شهاب بعض عروك قارية ورينا صدح ولا يوسف قارس كل كور وحوله رنجي يا وحوله رنجي أو كقارة يعني عروك قارية هشام وطلع هشام من عروك قارية لما ضمن وانصام الرسول سفيان وكيعة وحكرا هذا الراعي ابن شهاب الزهري يا راعي بمعنى حديث هشام ما كلا يوري غير أن فيه لكن رواية وحقصوا ابن الشهاب قال وحوجي ابن الشهاب في روايتي قال عائشة وحيتر فقلت وحانو إلي لها يا إله ذاهي لها لأم السلامة أفل لك أفضى خوص وانا أترى المرة إسلام تمي أعرفت ذلك هو حياة شيء إذا إسلام مي أعرفتها وبي قال حدثنا إبراهيم بن المسرزي وسهل بن عثمان العسكري وأبو قريب وأما جعنا أبو قريب الكوفيوي واللفظ اللي أبي قريب بأسر ما قال سهل بن حمير حدثنا وقال الاخران الا بركه لنا وحيدا لان اخبرنا من ابي زايد عن ابي ابو زايد كوري عن مصعب بن شيبه المكويان عن مصافع المكي بن مصافع بن عبد الله الحجري لقد قال فرها هندرت ويان عن عروه بن الزبير عن عائشه اي كوري ان امراه اسلام بار قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المراه اسلام تم يين بايران ايزا اذا احترمت فرك احترامت وابصرت الماء بي اي عرفت فقال رسول الله نعم فقال لها عائشة وعيتر تريد لي ذاك قعمه وعرهو وقل لك لما جر قعمه وعرهو وقعمه 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 ايبا كاقاد اللي بحالي ده ايبا حربه اللي ده ايبا قعمه وقعمه وقعمه وحاضنيه اسلحه وينك واركام بيته فقال وعيتر فقال رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم عائشة وعيتر رسول كي دعيها كتك وركو كي وهل يكون شلو أكانتم يكتم مادة إلا من قبل ذلك أرنت الجهدين المويل إلى على مرق قرمر ماءها إسلام تبيهيد ما أرجل نك بيهيس مرق قرمر أشبه الولد المهو هو أكان أخوال وابتيالك وإذا على مرق قرمر ما أرجل نك بيهيس ماءها إسلام تبيهيد أشبه أعمامه أبي هذي هو أكار أذيك هو أبتيدي أبتيدي أجار أبي قتل باب بيان صفة من الرجل نك من ليس صفة العدين تهو باب يهو المرات إسلام تمني بيب يوان الولد يلمه مخلوق من الله عبورة إنيه من ماهما لبوه بيه الله إسكاكبر إن لغا عبورة وبيه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني والمكي قال حدثنا أبو طوبة أبو طوبة هنا من أبو صمر وهو الرضي عم النافع ورؤوس حليب وعلى صور مركا ينبغى الله من سلم للجين قا
قال وحول حدثنا معاوية يعني ابن سلام وحبشي عن زيد المكوري يعني أخاه ولالك أنه زيد كسمع أبو بكر على سلام قال يسوي إذا حدثني أبو أسماء يا إيشيكي الرحبي والدمشقي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان رسولك ثوبان رسولك موليزا يا حدثه إيشيكي أبو أسماء قال وحول كنت وحانها قائما مثال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أكتسا تاجنا فجاء وحايب الحبر عالمه من أحبار اليهود يهود علماء ذلك فقال وحول السلام عليك يا نبي الله فدفعته السلام عليك يا محمد وولاد يهودي فدفعته وين ريحي دفعة ريحي وكاب أوصي يسرع منها إلا اللدو تاقو أفتدوا بالثوبان وهلقا قبعا وحدي دي السلام عليك يا محمد يا محمد لما وركر فقال وحول يهودي حبري لما تدفعني ومعي الريحي فقلت وحاند على تقول محمد يا رسول الله حتى هو اللي حتى كده محمد نور ما يعيز عاتراه سوء الأدب بقى اللطن وحلو بقى يا رسولك إلا هي أنت قرآن كأولون مقع عاضي كل كلهم الديني هوا غرق تيوي مركا وعين مقع تشريف رسولك الله بواقع وحاسا قد عينيك يا أولادك يهودي فقال اليهودي وحيرون ما نتبه وحانو يرينا باسمه ما يعيز قال لي كاسو سماه بي أهل أهل وكي ما جاي لكم العالم أهل كيسو حتى هذا المراود من محمد عبده حتى هذا الأهل كيسو بعيو محمد بل أولين جلوف تيهود ديان ما هو أكار لما لما أقرأ فقال رسول الله وحير صلى الله عليه وسلم إن اسمه ما جاي محمد موي قال لي كاسو سماني أول ما جاي به سيد أهلي إن كل واحد بعيو هو تيهود محمد فقال اليهودي اليهودي وحيري جيت وانا إذا سألك إنا وحكوي الدي فقال له رسول الله رسولك إلى هاي الحجر صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء شيء ميوك وانفعي إن حدثتك وطاقه شيء ما كوانفعي وحالي ويديس كل يهود لاطع قال وحير أسماء وانمغلب أذني لما يريد بلوض ما كن مغلب بلوض فنكت رسول الله رسولك إلى هاي الحريق صلى الله عليه وسلم بعود لام أو معه نعيسا لام بدون أخا كحريق هذا هو الله حريق مغلب جلتي مركو عاوي يقول رسول كريم إن جواه يوحى رغب لنا كان محوط تري مس أو تري ميز ذي الله ورم فقال رسول بقول السل بلد السؤال هو عذر تشاك فقال اليهودي يقول أين حجاب يكون الناس ضدك أهان يوم تبدلوا الأرض ما لين تعرض اللي بدلوا غير الأرض أرض غير كده والسماوات وسماوات كين اللي بدل مركي أرض ولا سماوات كين اللي بدل يقولها وكبر رمي ضدك حجيب جلار عجيب ضدك كسوين فقال رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم هم يقوا في ظلمة مندري كسوي دوران الجسر بوندار السراع كسوكاد هذا ليه مندري بوندار السراع كسوكاد يدد كجوان بوك عرمد اللي كلا بدد قال المندري يقول فمن أولا ما أصدق يا أوري إجازة قدلين إنك وانين عالم كتب التوراة بيقاني بل أنا أحرك إسوافقية إنك أورها يا بوندار الوهر قد بدورين والسراع قال رسول بقول فقراء المهاجرين قول المهاجرين تسحابنا إلى فقراء قال اليهودي وحجري فما تحفتهم هدي غير وارمحا حين يدخل مال جمال جنوى مالك القرام محاكوك اوه رسول عمر تقاديه هدي الله سيد قال رسولك العلي زيادتك لدنهم ملايك بير كيسة في رد أخر انت عوه هيا قال اليهودي فما غلائهم غيرادون وارمحا على إثرها تحفلا إيا بير كادبه محاك رؤى الله سيد قال العلي محار الله محلوه قولي ثور الجنة جنة الدبي قيدي الذي كانسو كان الله أها يأكل مرعنا من أطرافها جنب الأطراف تدي داد الجل جنب الجوكاس اللي يقول قال يهودي وحرف ما شرابه عليه شرابه يكون عبيه إسكية بالجنوار معه قال رسول بقول من عين إلوي يدرده فيها جنب الطحي الله يسمى لهم على سير سبيل بل انتو وحدوا القلع هي بدنك وانا رعنا بلاش كما هو الرمض قال يهودي صدقت الرب بعد شاكتي قال يهودي وجيت وعلم أسألك إنه يدي عن شيء ولا يعلمه ولين حد هو خر من أهل الأرض أهل الأرض كمل شيء وحده بدون يجري من كويتين مروا إلا نبي النبي مريم أو رجل من أو رجلان على لوان المريم ما بي من يا لوان ما هو كبير هم بأو بكورة أركب كويتين يا ما بي حال روح أنا لوان روح من هذا أنا أنا كلي أنا وح حال روح أكلا يصورع أركب وح قال رسول بحر ينفع وكموك أنفع يا إن حدثتك هتان كوشة قال إذا أسمع بأذني اللي بدأ بقول بنقول مغل قال منك وحولي يهودي جيت وانا من أسألك عن الولد المهم ويدين المهم سيقوم بشعر حيو كيسي أبي قال رسول بحول ما أرد دون منك بيه يسعى بيضا مدعد وما أمرتني أسفر من جاء الله وإياه فإذا اجتمع عمرك كل ما
فعلا وكر نقض من يوري دوري نيك من يهيز من يال مرة وكر نقض أذكرا وين لبوديا بإذن الله يلا إذنك يلمر لبا يتعلم بي أذكرا وين لبوديا يقولك اللبودي بيس دح قلع قوة موقع تكر نقضا لبوديا وإذا على من يال مرة ما فوق كر نقض من يال دوري أنا فاقو الدين وي بإذن الله فقال اليهودي وروي لقد صدقت الرباط شاكت وإن كاذب ولا النبي باطا ثم صرف هو مقدومي في الهر قلتني سيدنا إسلام المسوغي آية المسكة بقاق فقال رسول الله الحور صلى الله عليه وسلم لقد سألني وحي ويدي هذا كان عن الذي كي ويدي سألني عنه إن سؤال وحي ويديني والحال مع الله ونا يسر مع العلم وحي ذانا بشيء شيء منه إسر كميدا مؤوي حتى أعطاني الله به إنتو إلهي إليه مات كل كي ويديهم بأمر الله إيشي وحق إلهي إليه إيشي وابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاويه بن سلام في هذا الاسناد بمثله وقال كوري غير انه لكن وعبد الرحمن الدارمي يحيى بن حسان بكوري معاويه بن سلام قال وحور كنت وانا قاعدا متفقيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انت حرت وقدر يحيى بن حسان وقال وحاكل وحوي زائده كلد النوم ما لايغا بير كيسا انت بيراتك تيهر زيادة كريدنون بيضا بنا رواية زائدة كريدنون وقال وحجري أذكر بور وآنفا كرتي أذكرا وآنفا يعني أذكرا وآنفا ولم يقول مرئين أذكرا وآنفا باب صفة وصل الجناد جناد الله ما يرجع صفة وضبابي وبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن نبي عن عائشة قال وحيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إذا اغتسل من الجنابة مركو كقريسين يبدأ رسوله بالله مركو الجنابة كقريسين فيغسله ميل يديه الذي سكن عرض مركو كوان ميل ثم يفرغ وشوري بيمينه ملك تيس وشوري على شماله بالحديث كأنت ملك تبيها أنت قصة قطو ملك تكشوري فيغسل دينه ميل يفرج وفرج ثم يتوضأ ويسيسن يوضوه للصلاة صلاة سيده ويسيستوكل ثم يأخذ الماء بيه قالي فيدخل أصابع وفريه سجلينه في أصول الشعر فراح أنتو بيا رسول الله قريب في يدخل أسارع أو فريني سجلني في أصول الشعر تنه قنتو يرسول فراح مات أتخلني أتخلني حتى إلى آخر أمرك وأقر أن قد استبرأ إنه بصري أقمات أجرسي قنتو يحفن كشري على رأس مدعيسة ثلاثة حفنات صدح صعب بيو كشري ثم أفضل كبرقني على سائل جسدي جلك إنت سيكل بيها كبرقني ثم أنت أتبريد بغسل خجليه مدعيسة ميري وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال وعيل هذا حدثنا جرير حا وحدثنا علي بن جحر المروزي قال حدثنا علي بن مسيري حا وحدثنا ابو كريم قال حدثنا ابن نمير كلهم ضمانت عن هشام بكوري في هذا الاسناد وليس معهم في حديثهم حديث كولا غسول رجلين غسول رجلين لما ينقص لهم هو الحديث كولا سير الروايات وراء هشام لقى قال وكقال ابو معاويه قمري غسول رجلين وصلنا هو عند مكوناس بن وبي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبي أبي علو كوري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة الجنابة كقبيست فبتاه بالله فغسل كفيه لبدي سيكف من مير ثلاثا صدح جه ثم ذكر وشيبة وحوي وكيع ثم ذكر وكيع وشيبة نحو حديث أبي معاوية أبي معاوية طمري الحديث كشيبة وكلي هشام ولم يذكر مير شيء غسل الرجلين ورغم الله ما يرد ولا قلت يضمك الرعيفة وبي حدثنا عمرو بن نافذ البغدادي قال وبي حدثنا معاوية بن عامر قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني وحايل عروة عن عائشة أهل يرتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقوها إذا اغتسل من الجنابة مركو كرميض بدأ رسوله بالله فغسل يديه لبرزك عمرو بن ميري قبل أن يدخل يده كأنتي سنت نجلين في الإراء وإذا كأنتي انت نجلين بلغاك عمرو بن ميري ثم توضأ ويسيسني مثل وضوءه للصلاة ويسد صلاة ويسيسدوها وبي قال حدثنا علي بن حجر النسادي قال حدثنا عيسى بن يونس قال وحول حدثنا العنوس عن سالم بن ابي الجعد ومريره عن كريب عن ابن عباس قال وحول حدثتني وعائشه كزواج ابن عباس قالت لها وريرت ميمونه قال ميمونه وحيتي ادريت لرسول الله وحمده صلى الله عليه وسلم غسله ميري من الجنابه جنابه بيجو كما يرام لها الرسول كله فغسل كفيه لما صعب مرتين لرجل او ثلاثه ثم ادخل يده بعنتي سجليه في الناي والد ثم أفرغ به بقشري بيه بقشري على فرجه بقشري بيه وغسله وما يري فرجه بشماله قعنت بيحذ وكماله ثم ضرب بشماله قعنت بيحذ وكوفتي على الأرض وطلق عيوب قعنت بيحذ وكوفتي فدركها وكججبيه وكوحقه دركا شديد ججرين برم ثم توضعه ويسيست وضوءه للصلاة ثم أفرغه بقشري
على رأس مرئيس ثلاث حفنات صدح صعب بيو قارشا من أكفه كف كيس أبوحا يكشوه ثم غسره ما يرسول قسائل جسد جبير كيس انتكال ثم تنحى ودار على عم قامه بوس كيس ذلك كاء ميشو فديه وقدر على فغسره ما يرسجله إلا بديه الوقت ثم أتيته حامله من دل من ديل من ديل بان الله وعرقب يرى الإسكاقات ترترى استراشه يعني الله يدو فرده هو العليا مونا يقع على النبي ترميمه وبي قال حدثنا محمد بن صباح وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم ولا شد واسحاق وشم كلهم ضمانته او وكيع بن كوري وكيع بن الجراح بشمت بكوري نحا وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو كريم لما انا هو انه شيخين بن امام مسلم قال وحيد ان حدثنا ابو معاويه لما انا ابو معاويه قبري الباو شاهد كلاهما لبلوضه مركه وكيعي ابو معاويه كلاهما لبلوضه عن العمش بن كوري بهذا الاسناد بن كوري الحديث وليس معها أن في حديث ما وكيعي على معاوية حديث كورا كمشهر إفراغ ثلاث حفنات صدحوا من وضع على رأس ملح الوشرة حفنات كاسي كبير الجلميان وفي حديث وكيعي أنه وحاقصها وصف الوضوء ويسد السفايته إلى كل هذا المعنى كله ويسد طنب وكيعي حوائي سأتري أعمى شكا قال وصيب أشياء أسفين يذكره شيء وكيعي المنظر تألو المغشر والاستنشاق إيا سندارسي وفيه في الوضوع انت عشو أمك الضغير وليس ما أنا في حديث أبي معاوية أبي معاوية اللي حديثك أكاك على أعمش كما صرنا ذكر من دين من دين كالشيء ديسا طرق استراشاه السيب من الشيء وبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قولاني بسماء عن الأعمش مكوري عن صالح عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قضيت لميمونة أتيه وحلولين بمين دين استراشة فلم يمسه ميمونة طابن وجعله وحب قال يقول بالماء بيها إنه اسكسيري هكذا سبع يعني وحوجه ينفضه ينفضه نفض إيا وحالك لا إله لا قولك استراشة أو سال استغطر ترى تنشيف بالك انت بدأ وقت فقه شافعية وقارك marka maradi loo keenay inuu isku gudiyo waadido gacantu celiye laakiin nafl gacantu iska yeesay ilaayayti taasi aadayna samaymo wabi qara hadathana muhammad ibn musanna al-anzi qara hadathana abu asim an hadala qabna abu sufyan an al-qasim ibn muhammad an aisha qala ruhayti kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha tasara marku qamaydo min al-janabati da'a yuri bi shay'in wa yara نحو الحراب ضرف بأكرة ويلك الجيل وقول سمع علي لما جلس ويل وين الحراب الأورنجري فأخذ بكفه كف كيس أي رسول بكو قال بيه بدأ بالله بشق رأس الأيمان مدي حيسة دين عمير كتاب يكب الله شق رأس مدي حيسة دين حيسة على الأيمان من كتاب ثم لا يسار دين عبيد إحدى المرة ثم أخذ بكفه لما صعب بيها كو قال فقال بهنا على رأس مدي حيسة كشو قالوا نال والبواي كشا ما ليش يزكوش وعيه ويبيه الله سبحانه وتعالى